ان في نوع من انواع مرض السكر بيجي من الافراط في تناول السكر، ده حقيقه او حقيقه؟ يعني لما تكون بتبدا تاخد سكريات كتير وبتاكل حلويات كتير ومركز اكلك كله على النشويات وهكذا، عرضه ان يجي لك سكر. ولكن هو ده بس الاكل بس؟ لا، الحاله النفسيه، الزعل، الناس اللي بتزعل، الناس اللي بتتعصب، الناس اللي بتشيل جواها اي حاجه، كل حاجه بتاخدها بانفعال شديد، دول اكتر ناس هم عرضه للسكر. الناس اللي بتاخد بتستقبل المشاكل يعني على اعصابها، ممكن يعني في موقف معين مع زعله معينه يجي لك سكر immediately في وقتها كده، يعني في الموقف نفسه. عشان كده احنا بنحذر الناس دي، بنقول لها خدوا بالكم، بلاش الانفعال الشديد والحاله النفسيه السيئه، وان انت تعيش يعني في فتره ايه، يعني عدم توازن نفسي او 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 فتره من الضغوط النفسيه فتره، ده برضو يعني من الاسباب المهمه جدا. قله ممارسه الرياضه، قله النشاط البدني، الناس اللي ما بتعملش اي نوع من انواع الرياضه. في ناس يعني مثلا هنجيب فئه معينه، هنحكي مثلا على موظفين البنوك دلوقتي بيشتغلوا من 8 الصبح لحد مثلا 8 بالليل، بيوصلوا بيوتهم 9 مثلا او 10 بالليل. طيب الناس دي لما هترجع طبيعي هتعمل ايه؟ هتاكل وتنام. يبقى هو كل ونام، عمل اول غلط. ثاني حاجه، لو قلت له مارس رياضه ما بيمارسش رياضه. جميل. فالطبيعه دي فيها مشكله، قله النشاط البدني، هنرجع نتكلم حلوة. فيه. حلو، هنتكلم على